هاي مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، مكملين معكم ام تي في الايف، وصار وقت فقره بيتس. اليوم بهالفقره رح نحكي عن الوايلد لايف. عم بحكي شوي اخر فتره عن هذا الموضوع، عم بحكي عن العصافير والحيوانات الموجودين بالوايلد لايف عندنا بلبنان، لانه عم بيكون عندنا شويه خطر، عم بينقرضوا العصافير، الصيد العشوائي عم بيشكل لنا مشكله كثير كبيره، مش بس للعصافير لباقي الحيوانات كمان. اليوم معي بشار بوكا، وهو مصور لكل شيء خاصه بالوايلد لايف، عم بيعمل صور كتير حلوين حنشوفهم اليوم، حنتعرف عليه، حناخد منه معلومات عن اشياء ما بنعرف انه يمكن موجوده الا اذا كنا مخصصين بهذا الموضوع. كيفك بشار؟ صحيح، بونجور، كيفك؟ ان شاء الله تكون منيح. الحمد لله. بشار، يعني انت عندك حب للتصوير، انت مصور وحولت هالحب والهوايه للتصوير بالوايلد لايف، يعني عم بتصور كل شيء عصافير، كل شيء حيوانات موجودين بالبريه. هذا الشيء منه هين، يمكن واحد بفكر انه اذا راح يصور بالطبيعه شيء هين، بس وقت تكون عم بتصور حيوان بري او عصفور او حيلا شيء كائن بالطبيعه، صعب اليوم تقدر تاخذ هيك صوره حلوه. انت عم تعمل شيء كثير حلو، رح نشوف الصور اليوم ورح تخبرنا اكثر. كيف بلشت معك هيدي الخبريه انه انا بدي بلش صور بالطبيعه؟ كانت مثل اوتلت، لا اقدر لاقي وقت اقعد لحالي، كومبليت سايلنس، اوكي، باماكن صعب العالم تصلى واتفرج على النيتشر. شوي بعد شوي بلشت هالنيتشر هي تقرب لعنا، لانه نحن بنكون قاعدين كاموفلاج مخبيين، ما في ولا صوت ولا ريحه ولا حركه، حتى الموشن تبع يعني البادي لانجوج تبعتنا كثير مسالمه وهاديه. صحيح، ببلشوا يقربوا هن شوي شوي لعنا، وبس تقدري تعيشي معهم بحياتهم الداخليه بتاخدي هذا الافكت وبتاخدي هي الصوره الحلوه وبتاخدي لحظات يمكن صعب كثير حدا ماشي بالغابه او بمحميه طبيعيه يقدر يشوفها. قديش لك عم تعمل هذا الشيء بشار؟ امتين بلشت انه يمكن الشغله بتبلش من صوره وبتكمل؟ امتين بلشت هذا الشغل الباشن اللي عندك اياها؟ بلشت بال 2021. بس ويبيلد على كل صوره، ويبيلد كل صوره لها نتيجه سواء كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. دائما بيكون في ديبيت، اذا شيء سيء عملناه شو فينا، كيف فينا نحسن لناخذ next time better photo. اكيد. واذا كانت منيحه بننبسط انه هي منيحه، بس to repeat الصور وهاللحظات اللي عم نشوفها على التي في ما لها مشن سهله. هلا عم يقطع معنا صور انت وعم تحكي بشار. بدي اعلق على موضوع صغير، انه في كثير انواع بريدز، كان عصافير او حيوانات بريه ما كان عندنا خبر انه لها يمكن وجود بلبنان. هلا حنشوف الصور اللي رح تقطع، قديش في عصافير وقديش في كائنات حلوه موجوده بالطبيعه يمكن نحن بالعين المجرده ما بنشوفها، انت بتشوفها. اي ثينك انه الببليك بيعرف 10%. بس هو الفاكت في كثير حيوانات بريه. هلا في شيء عم يقطع مثلا هيدا الهايركس او طبسون. اوكي. هيدا مهدد بالانقراض من الاوفر هانتنج، هو كان موجود بكثره بالجبال اللبنانيه وهلا عم شوي شوي عم يختفي لانه عم بكون عم يتصيدون. يعني في عندك مثلا مثل هيدا اللي عم يقطع، هذا شو؟ يوروبيان بادجر، هذا باكل فواكه بيزكلي، وهو نايت كريتشر، بيطلع بالليل. هلا عندك الاوفر هانتنج، الدستركشن اوف هابيتات، البولوشن، الاوفر فارمينج، اوكي، كل هدول مش بس الهانتنج، كل الاشياء اللي نحن عم نعملها عم تاثر عليهم نيجاتيفلي. هيدي بومه، هلا هي بارن اول، هي منتشره بكثره، بس عندها مشكله انه بس يشوفوها الصيادين بيقوصوها لحتى ما تهرب باقي العصافير. اوكي، فهن ما بيكون عم يقوصوها لإلها، بس سايد افكت من الاوفر هانتنج بتقل. هي كثير مهمه للطبيعه، كميه الفيران اللي بتاكلها بير نايت مخيفه. يعني لها فوائد كثير كبيره. المشكله عم بتكون عندنا بشار بلبنان انه الهانتنج او الصيد عم بيكون عشوائي، شو ما عم بيطلع قدامهم للصيادين عم بيكونوا حاملين الشفوطه وعم بيقوصوا، ان كان عصافير ولا كان حيوانات، وعم المشكله عم تتكاثر وسنه عن سنه عم بتكون المشكله اكبر، وعم نوقع بمشكله منا منيحه بحق الطبيعه طبعا. صحيح. وانت هلا اكيد بيكون عندك كونكشنز مع الان جي اوز، لانه انا سبق واجا معي كذا شخص مختصين بهذا الموضوع وان جي اوز، عم نحكي قديش اليوم الصيد عم بيكون مأذي
ومثل ما سبق قلت انه في حيوانات عم تنقرض وهي لها فايدة للطبيعة يعني. واليوم اذا انقرضت ما في طريقة تانية نرجع نجيبها. فانت مع الكونكشن اللي عم بتشوفها مع الان جي اوز، كيف عم بيكون طريقة التعامل؟ شو عم بيكون الحديث؟ شو عم بيصير عنا؟ هلا الان جي اوز اللي فيها تعمله غير انه هي فيها تعمل ريسكيو، بس هي فيها تعمل توعية. التوعية هي مشروع طويل الامد وتارجت العمر الصغير، يعني هاي نتيجتها بنحصدها بعد 10 سنين بعد 15 سنة. بس في فرونت تانية لازم نشتغل عليها اللي هي وجود القانون و law enforcement. ما المشكلة انه الاشخاص اللي عم بتكون عم تتصيد هي الاشخاص اللي يمكن هي اللي لازم تكون عم تمنع الصيد عم بتكون موجودة. مش ضروري، بس اذا ما في law enforcement اي حدا بيقدر يعمل اللي بده اياه، وما في حدا يردهم يعني. اوكي، عم نرجع للصور وعم نرجع للعصافير. هلا جانا فتنا بالعصافير، انا محمسة على العصافير بس لانه اخذ صور بتطير العقل. كنت عم بتقول لي انت مسافتك بينك وبين هذا العصفور بتكون حوالي المترين في تقريبا، في عنا انكاونتر بالمليمترز ومش دائما عصافير. هيدا المفضل، هيدا كمان كينج فيشر بيتواجد هلا بعميق، متواجد بكثره. بلبنان في ثلاث انواع كينج فيشرز هلا بيقطعوا معنا ورا هي الصوره. مالك هذا شو حلو. وهيدا كمان كينج فيشر بس هيدا بيتواجد باعداد كثير اقل. والصوره اللي بعدها هي ثالث نوع كينج فيشر اسمه بايد كينج فيشر. لك شو حلوين. هاد كثير رير لينشاف اولا ولا يتصور بهالطريقه. اي مناطق عم بتروح اكثر شيء؟ يعني انت وين عم بتكون متواجد؟ في منطقه معينه ولا انت عم تبرم على كل المناطق الجبليه؟ نحن بنشتغل بروسس، يعني بنعمل سكاوتينج، بنعمل ايدنتيفيكيشن وين السبيشي اللي نحن بدنا اياها وعلى اساسها بنقرر. انت في حدا معك بتروح سوا؟ يعني في بتكونوا انتوا مجموعه من الاشخاص ولا انت مجموعه عم تروح لحالك؟ مجموعه لا، بس بنكون شخصين ماكسيمم او ثلاثه، بيكون معنا حدا من اهل المنطقه لانه هن اللي بيعرفوا الاماكن المضبوطه. فنحن عم نصور بعنجر، بحمانه، بمحميه ارز الشوف، بحرش اهدن، بشكة، جبال، عمشي، تربول، طرابلس، تقريبا كل المناطق حسب التارجت تبعنا. هلا انت كمان عم تعمل شغله كثير مبادره كثير حلوه رح نحكي عنها، اللي هو هالكالندر لل 2024. رح نحكي عنه هذا الكالندر اللي هو مبادره من بشار وفكره. رح نحكي عنه بس من بعد الوقفه، رح نروح وقفه صغيره ونكمل مشاهدينا. كملي معكم مشاهدينا بفقرة باتس ومعي بشار بوكا اللي هو مصور بالوايلد لايف والطبيعة. كنت عم بحكي قبل الفاصل عن الكالندر، هالمبادرة الحلوة اللي عم بيعملها بشار، كالندر لل 2024. بشار كتير حلو هالكالندر، أول شيء صغير، حجمه صغير، بينحط بالمكاتب أو مين مكان، خارج يكون جيفت وأكيد محطوط عليه كل الأشهر، وبيتميز بالصور اللي مصورة اللي هي العصافير. وهلا قطع معنا صور عصافير كثير بس كمان بيرجع ببين انت شو اخذ صور. وهو الحلو بهذا الكالندر، بدك تخبرنا عنه انت ولا بدك انا احكي؟ خبرنا أنا انت. يلا. الانيشيتيف عملناها هي الكالندر، البروفيت تبعها بده يروح لمحمية حرش اهدن وشوف بايوسفير ريزيرف. الفكره انه البروفيت نقدر نساعد بجزء ولو بسيط الافورتس اللي عم يبذلوها هدول المحميات اكيد ليساعدوا النيتشر بلبنان. الصور بهي الكالندر كلها مصوره بالمناطق اللبنانيه. مثل ما قلتي قررنا نعمل حجم صغير لحتى ممكن تكون بوسيبل اذا حدا عم ياخذ جيفت لاي حدا مسافر. وباخر الكالندر موجود كل شهر والسبيشي اللي مصورين فيها، معلومات عن كل شيء تصور موجوده هون بالاخر، وهون محطوط كل شهر بشهره والاسامي تبع السبيشيز اللي مصورينهم.
كثير حلو هالكالندر بشار، ونحن عن جد بننبسط وقت نشوف في اشخاص عم تشتغل عن جد من قلبها، عم بتساعد المحميات، عم بتساعد الطبيعه، عم بجربوا، بنلاقي انه في اعضاء لحالها عم تعمل هالمبادرات تتساعد، لانه عم نشوف قديش نحن اليوم بحاجه انه نساعد المحميات ونساعد الاشخاص ونساعد الان جي اوز يلي عم بيخلونا الطبيعه والحيوانات اللي نحن بحاجه لها. طبعا نحن ما بدنا ولا طير ولا نوع موجود بالبريه ينقرض، لانه هذا الشيء رح يشكل لنا مشاكل لبعدين. صحيح. شوي شوي بينقرضوا، بس نحن ما بنعرف انه رح نوصل لمشكله كثير كبيره بعدين، فهذا الشيء المبادره حلوه كثير، والسعر كثير كمان افوردبل، عامله لكل الاشخاص تقدر تشتري. اكيد اللي حابب يعرف وين موجود هذا الكالندر بفوتوا على البيج 360 فوتوغرافي، 360 فوتوغرافي نيتشر، فوتوغرافي نيتشر، بيقدروا بيتواصلوا دايركتلي معنا على البيج او على البيج محطوطه الديتيلز اللوكيشنز والبرايس وكل المعلومات عنه. ونحن بنكون اذا اخذنا هيدا الكالندر بنكون عم نساعد انه البروفيت تبعه يروح كرمال نساعد محميه الاهدن. ليه نقيت محميه الاهدن بالذات مش شيء ثاني؟ محميه الاهدن ومحميه ارز الشوف، شوف بايوسفير ريزيرف، هيدول المحميتين نحن اشتغلنا معهم بكذا اوكيجنز، غير انه التسهيلات اللي كانوا عم يقدموا لنا اياها لنقدر نعمل الصور والدوكيومنتيشن يلي بدنا اياه. كمان ساعدونا انه معرض نيتشر ويسبر يلي عملناه، ساعدونا انه نعرض عندهم الصور يلي اخذناها بالنيتشر. عملنا هيدا المعرض ب محمية حرش اهدن، وعملناه بشوف بايوسفير ريزيرف، وعملناه بعميق ازويل، وهلا قريبا رح ننقل كمان على حمانه. اوكي، في اكزيبيشن هلا قريبه بدها تصير؟ باول شهر 11 الاوبننج تبعها، بس يصير كونفيرمد الديت اكيد رح يكون موجود. شو رح يتضمن؟ شو رح تتضمن الاكزيبيشن؟ الاكزيبيشن هو عباره عن 24 فوتوز مصورهم انا ومصورهم كمان مصور نمساوي كان بلبنان. كمان الفكرة انه نقرب او نزيد التوعية عن السبيشيز اللي موجودة بالاراضي اللبنانية for the public to see. اوكي، ذس از نايس، لانه مثل ما سبق وقلت يمكن ما عندنا نولج انف انه نعرف قديش في سبيشيز بلبنان، وصراحه ما بكذب انا وحده منهم، يعني هلا الصور اللي قطعوا معنا وفي كم طير شفتهم استغربت انه نحن عندنا بلبنان هالانواع الطيور الحلوه، فاكيد نحن يعني بدنا نحافظ عليهم، وبدنا يعني قد ما فينا نكون في توعيه على الموضوع انه يبقوا الصيد العشوائي ما يصير بقى، لانه اكيد بشكل مشكله كثير كبيره، وانتم اكيد بتلاحظوا على هذا الموضوع انه عم يكون في نقص بالسبيشيز. هلا فيرست هاند ما فينا نلاحظ دغري، بس الافكت هو افكت طويل الامد، يعني نحن كلنا عايشين بسايكل مكتمله. يعني عندنا البيرز، عندنا المامز، عندنا الشجر، عندنا الهواء، وعندنا الانسان. اي خلل باي وحده رح يصير في افكت حتى لو ما شفناه نحن هلا، اكيد بس اكيد رح نشوفه. هذا اللي سبق وقلته. بشار بدي اقول لك يعطيك العافيه، واللي عم تعمله كثير حلو، والكالندر فكره رائعه، فاكيد رح ارجع عيد البيج اللي حابب انه يفوت يعرف التفاصيل اكثر وين موجوده او كيف يكون تحصلوا على الكالندر، وتكونوا عم بتساهموا بمساعده محميه اهدن، فوتوا على 360 فوتوغرافي نيتشر، واكيد فيكم تتواصلوا مع بشار ويعطيكم كل المعلومات، خذوا الكالندر لانه بنكون عم نساعد. بدي اتشكر وجودك معي بشار، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا، هذه كانت فقره باتس اليوم، رح نروح فاصل ونكمل.